أولا كالمعتاد دعر المشهد الميداني حيث أنت. سيد علي الحسن أنت معنا على الهواء. واضح أن الاتصال قد انقطع، سنحاول معاودة الاتصال بعلي الحسن. على العموم إذا كما تشاهدون هذه الصور مباشرة من إدلب وحماة وحمص بأعداد كبيرة من المواطنين السوريين الذي خدرجوا احتجاجا ضد النظام السوري تحت عنوان جمعة الحظر الجديد. وفقط إشارة إلى أن مجلس ثوار دير الزور كان قد أعلن أن انفجارات دوت ليلا في مناطق مختلفة من دير الزور شرقية سوريا. ويبدو أن علي الحسن معنا من دمشق الآن. لا أدري إذا كنت تسمعني سيد علي الحسن. تفضل. أسمعك أستاذة ليلى. نعم تفضل. دعنا في صورة أرحم على أرواح الشهداء. تفضل. نعم شكرا لك أستاذة ليلى وشكرا لقناة الجزيرة العظيم. نترحم على أرواح شهدائنا ونسأل الله شفاء الجرحى. اليوم فقط لدينا شهيدان منذ الصباح الباكر، فقط لدينا الشهيد محمود عطية في باب السباع تم قنصه في قلبه من فوق القلعة، لأنه انتشر معلوم للجميع أنه يوجد قناصين فوق القلعة في باب السباع. يعني كان يمشي الساعة الثامنة صباحا خارج من بيته تم قنصه، لأنهم يتسلون في قنص الناس. فقط لدينا شهيد جديد أيضا في حمص في المريجة تحديدا، هو الشهيد طاهر البني. إذا انتقلنا إلى أحداث التي تحدث في ريف دمشق تحديدا، في هناك حصار شامل للغوطة الشرقية منذ الصباح الباكر في واقتحام لمدينة سأبة وبلدتي حمورية وكسر بطنة حوالي الساعة 7:30 صباحا. أعداد جبارة من قوات الجيش والميليشيات الشبيحة، تم نصب الحوائط المفارقة الرئيسية والقناصات. طبعا بحب أذكر أنه أو نبه أنه الفنادق اللي صنعتها البلدية منذ حوالي أسبوع تمركزت بداخل القناصة من أجل مجابهة المظاهرين، وبالرغم من ذلك أطفال بسأبة خرجوا ببعض الأحياء وكان هناك بث مباشر من سأبة وحرسة أيضا، لكن حرسة كانت الأسرع حقيقة، خرجت منذ الصباح الباكر. أطفال كفر توفي أيضا خرجوا من قرب من جامع الهادي صباحا هذا الكلام. أما من بعد الظهر خرج أطفال برزة كما عودونا دائما هم يخرجون بمظاهرة حاشدة في برزة، وحي القابون كان هناك اقتحام حي القابون بسيارات الأمن والباصات المليئة بالشبيحة وأحط معظم مساجد الحي، وتحديدا في حاره المطحنه كان هناك جدا هاجموا. بعد ان خرجت المظاهره قاموا مباشره بمهاجمتهم بالرصاص الحي للمتظاهرين بالميدان تحديدا بنهر عيشه. انطلقت مظاهره كانت تهتف بنصره لاخواننا واحبائنا في حمص وتطالب بالحظر الجوي. باما يعني عن بقيه المناطق يعني فحمص خرجت ودير الزور وحماة، وكان هناك اطلاق رصاص على المتظاهرين بحماة بحي الحميدية تحديدا. طيب كيف يبدو لو سمحتي لي استاذة ليلى، لو سمحتي لي هناك بس احب ان اشير لو سمحتي لي خبر وردنا تاكيدا لتقرير امنيستي انترناشونال. قاموا باختطاف دخلوا اقتحموا امبارح كان كما هو معلوم هناك عمليه مداهمه لكرناز في ريف حما. الامن اقتحم المستشفى واختطفوا المصاب صدام مناور وايضا وقطعوا التنفس عنه واعتقلوا الدكتور اسماعيل ابو جروح واعتقلوا المخبر الفني كمال المحمد من مستشفى المدينه. هذا تاكيد لامنيستي انترناشونال ان حتى المصابين لا يامنون من هذه العصابات الامنيه. يعني كان استهداف لهذا الشخص تحديدا، ماذا عن بقية الجرحى الموجودين في المستشفى؟ اي جريح هو لا نعلم يعني لماذا يتم استهداف الجرحى، جميعهم مستهدفون ونحن نتجنب ارسال الجرحى الى المشافي الرئيسيه، يتم هناك مشافي ميدانيه بمعدات قليله والبعض يعني يموت بسبب هذا الموضوع، لانه نخشى من ارسالهم الى حتى المشافي الخاصه يتم اقتحامها، فهذا ما حصل في كرنال بالمستشفى.
أشكرك جزيل الشكر علي الحسن، كنت معنا من دمشق. معنا الآن، يبدو أن معنا الآن شاهد عيان أيضا.